حقيقة أولا لابد أن نشير بأن هذا المجلس الحضرمي الوطني أو مجلس حضرموت الوطني هو جاء نتيجة تضحيات جسام وسلسلة من النضالات الحضرمية خلال سنوات غابرة بدأت منذ قبل 2013 من إطلاق الهبة الحضرمية الأولى التي أطلقها حلف قبائل حضرموت، واجتمعت حولها جميع أبناء حضرموت وقدمت شهداء أيضا ما يدفعه أبناء حضرموت ضريبة تلك التصفيات التي تتم في المنطقة العسكرية الأولى أو في مناطق الوادي. هناك شهداء قدموا من أبناء حضرموت خلال هذه المرحلة، أيضا ما قدموا أبناء حضرموت خلال الفترة ما بعد 2013 من تحرير المكلا وإعداد قوة النخبة الحضرمية التي نفتخر بها جميعا، وكانت بدعم من قوات التحالف على رأسها دولة الإمارات العربية. ثم جاءت تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع لتوج هذه النضالات نتيجة حوارات وكانت مظلة تضم كل الأطياف، وهذه التجربة التي نفتخر بها في حضرموت، حيث أكاد الحضارم خلال 6 أشهر حوارات متواصلة بين كل الأطياف الحضرمية بمختلف انتماءاتهم وسياساتهم. ثم جاء هذا النتيجة في مؤتمر حضرموت الجامع الذي أصبح مظلة لكل أبناء حضرموت. ثم جاءت بعد ذلك الكثير من الهراسات من الهبة الحضرمية الثانية، ثم أيضا مواقف مرجعية قبائل حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء. أيضا هناك مكونات أيضا سبقت في النضال عن في أن تكون حضرموت مظلة وحاملة لمشروع دولة حضرموت، وتبعد عن الشمال وعن الجنوب، أن تكون حضرموت والحضارم لهم قرارهم، منها العصبة الحضرمية والتي تجلت هذه كلها الأفكار والمكونات، وكذلك الأحرار الحضارم، وكذلك الشباب الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي. اجتمعت كل الجهود وتلك الطاقات كلها اجتمعت لتصل ويسمع الجميع صوت حضرموت والحضارم، عندما يعني استجابت المملكة العربية السعودية لتلبي صوت أبناء حضرموت وتسمع ماذا لديهم. اجتمعت كل القوى بعد دعوة سعودية واضحة وصريحة للاستماع بعد تلك الاستعراضات والاستفزازات التي قام بها المجلس الانتقالي في حضرموت، وأيضا فشلوا في إدارة الحوار عندما كلف من المجتمع الدولي من الاتحاد بإدارة حوار جنوبي للخروج برؤية جنوبية واحدة. كان هذا نتيجة طبيعية أن تستمع، حان وقت أن تستمع المملكة العربية السعودية ومن بعدها التحالف والدول الدولية بشكل عام. جاء هذا الوفد للتشاور في الرياض، وواجه التحالف أو السعودية المملكة العربية السعودية واجهت الكثير من المعضلات والاختلافات والتباينات بين تلك المكونات، واستطاعت وأيضا برغبة من أبناء حضرموت في إيجاد راية واحدة، في إيجاد مظلة واحدة تجمعهم جميعا لتحقيق نضالاتهم بعد أن أصبحت ناضجة. اليوم استطاعت المملكة العربية السعودية أن تبدأ في حل القضية اليمنية بشكل عام، وانفتاح عرفت المملكة العربية السعودية ومن بعدها أيضا المجتمع الدولي، وكان واضح ذلك من الاهتمام من المجموعة الأوروبية التي التقت كل السفراء الأوروبيين الذين التقوا في الرياض بوفد حضرموت.